فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: انتشر في الآونة الأخيرة قراءة القرآن على بطن الحامل كي يخرج الولد صالحا، وبعضهم يحدد ذلك بأن يختم القرآن 9 مرات على بطن الحامل، هل هذا أمر مشروع أو ورد فيه شيء؟ الجنين مكتوب عليه في بطن أمه، ما أنت براح تغير الكتابة إذا قريت على بطنها، مكتوب شقي أو سعيد، مكتوب هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن تدعو له بالصلاح، تدعو له بالهداية، تدعو له بالصحة والعافية، هذا هو المشروع. نعم.